السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشتركات العزيزات، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو عبارة عن بدعية أو لباس تاع الدار. لهاد البدعية استعملت قماش شوازات، جبت 2 متر دوبل لارج، واستعملت كذلك للتزيين هاد القالون، هذا 10,000 المتر، شريت هنا 1.5 متر. كذلك هاد الوردة، وشريت هاد القالون باش نديره في الأطراف، هذا 4,000 للمتر، شريت 8 أمتار. نمرو لتفصيل هاد البدعية. إذا طريقة تفصيل هاد البدعية ماشي واعرة بزاف، لأن الأكمام جايين مع الأكتاف، يعني ما فيهاش تفصيل تاع الأكمام، جاي نيشان مع الكتف مع الأكمام. هنا درت عرض الظهر 20 سنتيم، يعني العرض مقياس تاع هاد البدعية هو عرض الظهر 20 سنتيم. زدت عليها 18 سنتيم تاع باش تاع الأكمام، يعني ما تجيش ما يجيوش طوال بزاف، يجيو شوية، ماشي طوال بزاف وماشي ناقصين بزاف. هنايا عندنا الرقبة، هنايا ديت 8 سنتيم، 8 سنتيم تاع الرقبة، وهوت هنايا التقويرة تاع العنق 3 سنتيم، ودرت خط هنا تاع الرقبة، هوت خط مائل ب 20 سنتيم. اللي تبغي دير 21 دير 21 سنتيم، انا درت 20 سنتيم. هنا الاكتاف نهودو على هذا الخط المستقيم 3 سنتيم الميلان تاع الكتف، ونرسمو خط مستقيم حتى نهايه طرف القماش. وهنا من لهنا تاع 18 سنتيم، يعني من لهنا 18 سنتيم نعبرو هنايا، نزلت ب 7 سنتيم، وندير نقطه تاع 18 سنتيم تاع الاكمام ما بين نقطه الكتف حتى الأكمام 18 سنتيم. وعرض الصدر هنايا، يعني عرض الصدر مع الأكمام أعطتني 38 سنتيم. وطول البدعية كامل يعني 1.38 متر على حساب الطول، حتى 1.42 متر إذا كانت المرأة طويلة. ثاني العرض، إلا بغيتو تزيدو على هذا العرض زيدو. نمرو لطريقة قص هاد البدعية. هنا ينقصه عند الرقبة، بسم الله، هنا القماش راه مطوي على 4 بجهة العرض، يعني الجهة اللي شرينا عليها، اللي شرينا مترين، نطوي على هذاك المترين ثم على 4، نفصل على جهة العرض حتى 1.40 متر، 1.40 متر. نعم، بسم الله. ونمروا لقص الجوانب. نكمل القص ونعود إليكم. قبل ما نقصو هنايا لتحت في أسفل البدعية، طلعنا هنايا، هنا درنا 38 سنتيم، بعد طلعنا من لهنا 13 سنتيم، 13 سنتيم ونديرو علامة، بعد نجيو هنا لهاد الزاوية نديرو 9 سنتيم ونديرو نقطة هنايا. وهنايا في الوسط، هنايا في المنتصف تاع هاد الخط تاع اسفل البدعية، عند النقطة 19، لخاطر عندنا 38 نصف تاع 19، نديرو نقطة ونوصل بين هاد النقاط باش تجينا هاد المنحنى هنايا تاع البدعية، ماتجيش بدعية هاودة. إذا نكمل القص ونوريكم البدعية. إذا نكمل القص حتى إلى الأسفل. هنا
حنا نعملو خط مستقيم حتى لهنايا حتى النقطة 13 عاد نديرو المنحنى خط منحنى. هنا نفصل الخلف عن الأمام ونقوم بقص الرقبة الأمامية. يعني هاد الدبابيس نستعملوهم باش القماش ما يزلقش. بهذه الطريقة إلا شفتي العنق جاك ضيق تقدري تزيدي توسعي ولا تدخلي من هنا لهنا، تدخلي من هنا لهنا تدخلي بخط مستقيم وديري ميلان. ان شاء الله يكون واضح. يعني تدخلي من هنا لهنايا وتزيدي في العرض نتاع العنق وديري ميلان. هنا نقصوا العنق و نمشيو نخيطو البداية تاعنا. يمكن استعانة بالدبابيس باش يجيكم يعني متساويين الجهتين. نمر الآن إلى خياطة هذه البداية. إذن هذه هي البداية من الأسفل، يعني الميلان يجي هكا حتى نوصلو هنا لهاد الزاوية. هذا هو الشكل البداية من تحت. نشوف ماكينة الخياطة ونوريكم كيفاش تخيط. إذن هنا رحنا أمام ماكينة الخياطة، نبداو نلاقيو الكتف مع الكتف، يعني الكتف تاع الأمام مع الكتف تاع الخلف حتى نهاية الأكمام من الجانبين ونعملهم زيكزاك. إذا نبدأ بالخياطة على 1 سنتيم. بسم الله ونعملهم زيكزاك. اللي عندها سيرجي دير سيرجي، أنا ما عنديش سيرجي ندير زيكزاك. ونخيط من الجانبين. هنا نديرو زيكزاك. نكمل الجانب الاخر ونعود اليكم. اذا بعد ما كملنا لقينا الاكتاف، هنا نجيو عند الرقبه والعنق نديرو 1 سنتيم هنايا لبرا. هنا ما نحتاجو لا دوبليغ لا والو، يعني ما نحتاجوش ندوبليو العنق والامام. غادي نركبو هاد السفيفه. اذا نقوم بالخياطه جهه لبرا، بعد نركبو هاديك الكالون ثم نركبو السفيفة. منحتاجوش نديرو لا دوبلو. أنا نكمل
نقلب هنايا العنق الرقبه، نكملو نركبو السفيفه اللي تزين هاد الرقبه والعنق. اذا هنا بعد ما كملنا كلفنا العنق والرقبه كما هاد كما راكم تشوفوا، ناخذوا هاد لاكالو نركبوه كما نديروا السفيفه. نبداو هنايا من العنق في منتصف العنق ونبداو نخيطو كما هاد كما هاد، يعني بكل سهوله نديرو حافة العنق مع حافة هاد القالون. رانا نزينو في العنق والرقبة، نكمل بهاد الطريقة حتى نزين كاع هاد العنق والرقبة. هاد الشكل نكمل انايا نزين هاد العنق ونعود اليكم. اذا بعد ما اكملنا هذه الخياطه من هذا الجانب، نعاودوا هنايا لتحت شويه، عاود نعاودوا بالخياطه باش ما يبقاش هكا محلول، يعني باش الكالون يجي متماسك مع القماش. قوم بهذه الخياطه حتى نكمل حتى نوصلوا لنقطه البدايه. هنا وصلنا لنقطة البداية تاع الكالون، نجيو هنا نقصو باش هنايا نقصو هاد الشكل، نديرو لها هكدا باش الخياطة هنايا لي شيت هادو ما يبانوش، تجي خياطة هاد الشكل. نزيدو هنا هاد الجهة كذلك، بعد ما نعملو هكدا باش ما محلناش القالون. وننظف هذه الخيوط الزائدة. بالنسبة كذلك لهنايا لهذا الطرف الأكمام، ثاني نعملو كفة، يعني كاع لوتوغ تاع البدعية قبل ما نخيطو نعملو كفة كاع لوتوغ تاع البدعية. نديرو هذا الطرف هنايا للخلف ونديري هكا كفة، بغيتي على وحدة ولا هكذا على الاثنين. أنا نفضل على وحدة لخاطر الكالون غادي يضر كاع حيت العيوب اللي في الكتان. نبداو على بركة الله، هاد هنايا الكتف نردوه للخلف، نبداو هكا كاع لوتوغ تاع البدعية قبل ما نلاقيو الطرفين الجانبين أو الجانبين بهذا الشكل كما درنا في العنق والرقبة، نديرو هنايا.
انا ندير هاد الكفه ونعود ونعود اليكم. اللي بغات دير على اثنان دير على اثنان. انا ما نديروش واحد سنتيم، قلل من واحد سنتيم. لا انا نكمل ونولي لكم. اذا نكمل هذا الكفته. هنايا انا ارتأيت باش ندير الكفه على اثنين، خاطر لي شي تاع الخيط بداو تاع القماش بداو نكمل هكا حتى نكملو كاع التوغ تاع البدايه بهذه الطريقه. ديرو كفه صغيره. نكمل بهاد الطريقة. إذن ما من بعد ما كملنا كفنا كاع لو تور تاع البدعية، نجيو من أسفل منتصف الظهر من أسفل كامل، ونديرو هاد القالون هذا، ونفوتو كاع لو تور تاع البدعية، يعني الأمام والخلف واليدين وكاع. أنايا نبدا ندير القالو هذا في الخلف، ماشي غير الجهة الأمامية. أنا شلت 8 متر، يعني تقدني أمام والخلف. نبدا نركب هنايا. إذن اعتذر اخواتي، هناك خطا ولا مشكل في الكاميرا. نكمل. إذن هنا نخيطوا هاد الجهه السفلى تاع البدعيه من الخلف، نبداوها من الخلف ونديروا كاع لو تور في الجوانب و في الجوانب حتى نوليو هنايا لبدايه العمل. نبدا نخيط. راح ندير الخطره الاولى من هاد الجانب، ومن بعد نعاود الخياطه هنا فوق هذا الجانب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش راني ندير. اذا نخيط كما هكا الحواف تاع البدعيه من تحت وفي الجوانب. ان شاء الله تكون واضحه الصوره. لما طفيت الضوء تاع الماشينه بانت الصوره واضحه احسن من الشعلة. نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كاع البدعية. انا نكمل نفوت على كاع البدعية ونقولها لكم كيفاش نكملوها قبل ما نلصقوا الجوانب. نكمل ونوري. غادي نكمل نفوت هاد الجهه وبعد نفوت الجهه هادي باش القالون ما يبقاش هكذا محلول، باش القالون ما يبقاش هكذا محلول. يعني نفوت حتى هاد الجهه هادي هادي ونخيط. نكمل ونولي لكم. اذا اخواتي هاني فوت على الجوانب تاع البدايه من الخياطه الاولى، وهذه الخياطه الثانيه راني غادي نكملها. اذا كملوا. من بعد نلاقيو جوانب البدعيه باش يبان تبان. نقول لكم حداش نريطو باش نديرو الاكمام، شحال نحسبو شحال نخليو باش نديرو الاكمام. اذا هنا غادي نقطع ونطوي هنا هاد القالون هدا ندخلها شوية باش نخيط هنا. من بعد نخفي هاد لي شيت هادو باش ميبانوش. نخيط في هاد الجهة
نقلب هكذا، نفوت على هذا الخط هنا. نكونوا كملنا هاد الدعوة مع الجوانب. بعد ما كملنا هاد القالو دروك نجيو نخليو الفراغ باش ندخلو الايدي تاعنا. هنا في هاد الخياطة تاع الكتفين نعبرو 26 سنتيم، نديرو ايبانغل هنايا باش نبداو نخيطو. هنا نخليو الفراغ باش ندخلو اليدين نتاعنا تاع البدعية. ان شاء الله تكونوا شفتو. نبداو نخيطو في هذا الجزء حتى الاسفل. هنايا عبرت 76 سنتيم، يعني من هنا 26 حتى الاسفل عند هاد دوران هاد المنحنى تاع البدعية تحت 76 او 77 سنتيم. خيطو هنا في هاد الجانب هذا، خيطو هنايا في هاد الجانب. بدي نخيط ايضا، نخيطو هنايا، ندخلو هاك باش نبين مكان دخول اليد نتاعنا. اذا نخيطو بهذا الشكل حتى نكملو اسفل البدعية من الجانبين، ومن بعد نلصقو هاديك الوردة، بعد لصق هذيك الوردة في السطر وتكون البدعية تاعنا واجدة بهذه الطريقة. هنايا الجانبين بزوج راهم ملاقين، هذا الجانب وهذا الجانب. باش نغلقو البدعية تاعنا حتى نصل هاد المكان اللي تستوي، هاد المكان اللي قلتلكم عليه. هنايا فين المنحنى عندنا نحبسو، من بعد كي نعبرو نشوفو الا خصنا نزيدو نبلعوها نبلعوها. الان بعد ما كملنا لصقنا البداية من الجوانب هنا، كملناها كامل. دروك نلصقوا الورده، نديروا لها المكان تاعها هنا في الجانب. اذا نكمل هذا التلصق تاع الورده ونحدد البدعيه وتشوفوها واجده على المانكا. ساعود لكم بعد ان نلصق هذه الورده. اذا هذه هي البدعية اخواتي بعدما كملناها. هنا في العنق، العنق اللهبي، هذه الوردة بعدما لصقناها. وهنايا الاكمام، هنا الشكل تاعها الكلي. ان شاء الله تعجبكم البدعية تاع اليوم، والى فيديو اخر بحول الله.